كتير طرق وسط الحياة تاهوا فيها ناس، وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة، هو الطريق. الطريق 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 الطريق. غلابة وظروفنا ماشية ضدنا، غلابة قلابة، الدنيا غربة معتنا قلابة. غلابة وظروفنا ماشية ضدنا، غلابة قلابة، الدنيا غربة معتمة قلابة. ارحمنا يا رب يا رب ارحم، يسوع قرب يا رب ارحم. وعدوني اخواتي وما تخلوا، ساعدوني ومجدي يسوع علوا، سندوني وبإيدين بتشجع، كانوا طلباتي استجابة. أحبائنا مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، ودايما متجددين مع حضراتكم دائما في برنامجنا يا رب ارحم كريالاسون. كل سنة وحضراتكم طيبين، ميري كريسماس على الجميع، أهالينا وأصدقائنا وأحبائنا اللي موجودين في البلاد الغربية، أمريكا، كندا، أستراليا، يوروب، كل البلاد العربية، وأيضا كمان بنقول لمصر كل سنة وانتم طيبين حبايبنا، والعيد داخل علينا وحابين نكون كلنا بنعيد بالفرحة الجميلة والابتهاج وننسى الحزن، برغم ان ممكن يكون الحزن جوانا، لكن عايزين نكون بننساه. النهاردة نبدأ صفحة جديدة في سنة جديدة مليانة بالخير والبركة، ودايما نتذكر شهدائنا اللي راحوا بلا ذنب، ملهمش ذنب في أي حاجة، لكن بنتذكرهم لأن هما في مكان أفضل ومكان أحسن بكتير من العالم. وناس كده قالت لو كانوا خيرونا وقالونا كنا قلنا لهم إحنا كنا ممكن نكون بدلهم أو نفسنا نكون زيهم. في ناس كتيرة قوي نطقت هذا الكلام بالحب اللي جواهم، ازاي قاعدين دلوقتي في مكان رائع في ملكوت الله، وقاعدين في السماء بجوار المسيح. شيء جميل جدا ويفرحنا كلنا، وكل سنه وحضراتكم طيبين مره تانية، وبهني كل احبائنا واصدقائنا خلال كمان السوشيال ميديا، كل اللي بعتوا لنا تهنئات ومعايدات جميله جدا ولقاءات و كل تعليقات اكثر من رائعه. انا بشكركم جدا، فانا بنحبكم قوي قوي قوي. وكمان كل حبايبنا اللي احنا مش شايفينهم، هم شايفيننا لكن احنا مش شايفينهم، لكن حابين نكون برضو بنقول لكم احنا بنحبكم جدا. وفي الحقيقه من كام يوم كده قابلت شخصيه جميله قوي في مكان ما، وكنا بنتكلم مع بعض عن اجتماعات والقناه، قالت لي انا بحب جدا القناه ومتابعاها، لكن الاكثر تبعيه ليها كمان امي. فقلت لها طب حلو قوي، بتقول لي تبقى انت رانيا بقى، ماما بتموت فيكي وبتحبك جدا. انا بشكر جدا كل الامهات الكبار في السن اللي بيحبونا واللي دايما متابعينا، وانا كمان عايزه اقول لكم انا بموت فيكم، بحبكم جدا ومن القلب للقلب بجد، لان من فضله القلب يتكلم اللسان،
ودايما المحبة تدوم في وسط العيلة الجميلة، هي عيلة قناة الطريق الملفوفة حوالين العالم كله، بمحبتكم سعادتكم ودعمكم عشان نفضل معاكم تملي على شاشة قناة الطريق. والمحبة اللي بتفصل هي اللي هتكون بتكمل القناة وبتكمل عمل ربنا وبتكمل خدمة ربنا مع إخوات الرب وبتكمل كل عمل صالح الرب أقامه في هذه القناة من خلال كل البرامج اللي بنذاعها. عشان كده عايزة أقول لكم مرة تانية حقيقي بنحبكم جدا، وانا سمعت التعليق دوت اكثر من حد حقيقي متابعين البرنامج من يعني ابائي وامهاتي الكبار في السن الجبان اللي بيحبونا، وانا كمان بقدم لكم نفس الاعجاب والتحية ليكم من كل قلبي حقيقي بجد. يمكن فقدت ابويا وامي وهما في السماء، لكن حاسة ان كل احبائنا اللي دايما بيتابعونا واللي دايما على اتصال معانا من اخواتنا الكبار وايضا من الاباء والامهات الرائعين الكبار في السن يعني بيقدموا المحبة، لكن بشكر ربنا حقيقي لان محبتكم دايما دايما في قلبنا، وبنقول لكم ميري كريسماس على الجميع. تعالوا مع بعض نطلع بالفاصل اللي جاي ومع الترنيمة اللي جاية، نفسي اكون بقولها لكم عمليا مع الترنيمة اللي جاية ميري كريسماس and happy new year. بفرحة وبسلام صالحتنا بالسما تاني يا يسوع، بعد طول البعد فرقة وخصام فرحة ملك حياتنا لما جيت لأرضنا، انت نبت واللي قمتنا عشنا على الأرض السلام فرحة ملك حياتنا لما جيت لأرضنا، انت نبت واللي قمتنا عشنا على الأرض السلام بقالينا حق نفرح بالخلاص اللي بميلادك يا ربي كان ابتدى لما جيت اتحققت كل الوعود، رحمتك ومحبتك ملت الوجود لما جيت اتحققت كل الوعود، رحمتك ومحبتك ملت الوجود عرفتنا يعني ايه عشرة معاك، اللي حبك لينا ربي ملهوش حدود فرحة ملك حياتنا لما جيت لأرضنا، انت نبت واللي قمتنا عشنا على الأرض السلام فرحة ملك حياتنا لما جيت لأرضنا، انت نبت واللي قمتنا عشنا على الأرض السلام بقالينا حق نفرح بالخلاص اللي بنلادك يا ربي كان ابتدى كان ابتدى
اتولدت واتولدت فينا الرجاء بالحياة الأبدية فوق في السماء. بعد ما كان المصير هلك وموت جيت وتممت الخلاص بالفداء. الفرحة ملك حياتنا لما جيت لأرضنا، انت جيت واللي قمطنا عشنا على الأرض السماء. الفرحة ملك حياتنا لما جيت لأرضنا، انت جيت واللي قمطنا عشنا على الأرض السماء. بعد ما كان المصير هلك وموت جيت وتممت الخلاص بالفداء. بقى لينا حق نفرح، نفرح بالخلاص اللي بميلاد يسوع فينا ابتدى. بقى لينا حق نفرح، نفرح بالخلاص اللي بميلاد يسوع فينا ابتدى. اللي بميلادك يا ربي كان ابتدى. ورجعنا مع حضراتكم باك بعد ما شفنا وسمعنا الترنيمة الجميلة اللي اتعرضت لينا عن ولادة الرب يسوع جه في أرضنا وحقيقي اتولد واتولد فينا الرجاء والأمل. اتولد واتولد فينا كل محبة لإخواتنا. أتمنى المحبة اللي بنتكلم عليها تكون موجودة مع كل إنسان وفي قلب كل حد بيسمعنا. أتمنى المحبة تكون مالية القلب. المحبة هي نبع من القلب بجد وجد، يعني بجد وحقيقي، يعني زي بيقولوا انت كلامك بجد. المحبة لازم تكون بجد، ما تكونش وراها أي مصلحة آلية، حاجة أحبك وأجري وراك عشان أخد مصلحتي وأجري. لكن محتاجين نكون فعلا المحبة تكون جوانا بحق وحقيقة، مش مجرد كلام وبس. في سنة جديدة يا رب بنطلب قوتك، بنطلب بركاتك على حياتنا، بنطلب نعمتك تكون محوطانا في كل مكان نذهب فيه. يا رب مشتاقين لك يا رب، ومشتاقين لآيات وعجائب تحصل في عام جديد، عام 2017. معجزات بالشفاء، الله يقدر، الله يقدر، بس علينا اللي احنا نكون بنصدق. بشكر ربنا من اجل الحاجات الجميله اللي سمعتها في الوقت اللي فات عن ايات ومعجزات حصلت حقيقي مع ناس اتصلوا بيا وقالوا لي. بشكر ربنا من اجل وجوده في وسطينا في برنامج يا رب ارحم، ومن هذا المنبر الله بيسمع وبيستجيب. الله بيسمع لكل حد بيتصل ويقول انا ليا
او عندي ايمان وليا احلام معينه واثق ان ربنا هيكون بيحققها مع كل الضيقات والاتعاب والحزن اللي يمكن مرينا بيه سنه 2016. بنودع سنه قديمه راحت، بنستقبل سنه جديده مليانه بالخير والرحمه. بنقول يا رب احنا عايزين يعني نسيب السنه بكل اتعابها بكل مشاكلها بكل حزن حصل فيها، ونبتدي معاك سنه جديده مليانه بالخير والجود والمعونه الالهيه من عندك. مع كل انسان بيتذكر اي موقف سلبي او اي موقف وحش حصل معاه سنه 2016 وباقي يعني ايام وننهي السنه، لكن بطلب من رب المجد ان مع ذكريات واوجاع الماضي ننسى كل ما هو وراء ونمتد الى كل ما هو قدام. ننسى كل ما هو وراء من حزن وتعب وضيق ونمتد بالخير والبركه كل ما هو قدام. زي ما الكتاب بيقول عايزين نكون بنعيش هذه الايات عشان الله يكون بيتدخل في حياتنا اكتر واكتر. الله بيصنع معجزات والله بيعمل عمل خير. يمكن اتكلمنا في الوقت اللي فات عن ازاي نكون بنغضد وبنسند اخواتنا علشان نكون بنباركهم بشنطة العيد. بشكر ربنا من اجل كل اللي قدمه، كل اللي قالوا ووعدوا. في ناس وعدت وقالت هنحط، مستنياهم ان هم يتكلموا ويكونوا بيزرعوا معانا الزرعة الجميلة دي عشان نقدر نكون بنسقيها ونسقي الزرعة الجميلة ونسقي الخير. زي بالظبط المية خير في حياتنا، احنا عايزين كمان نكون بنروي اخواتنا من هذه المياه. عايزين نكون واقفين معاهم في ظهرهم. اخواتنا مستنيين، اخواتنا عايزين يكونوا بيتباركوا في الوقت الجاي. هل انت مستعد معانا انك تكون بتزرع شنطة شنطتين تلاتة اربعة؟ طب في ناس هتقول الشنطة في حدود كام؟ اقول لكم الشنطة في حدود $50، يعني about $25 الشنطة، في حدود احنا قلنا 500 جنيه، في حدود ما بين 400 ل 500 جنيه، يعني حوالي $25. $25 الشنطة. يعني لو عايز تزرع شنطة امين، عايز تزرع شنطتين يعني $50 كل واحد على حسب امكانياته. حابين تكونوا بتزرع. انا مش عارفة سعر الدولار النهاردة بكام في مصر، لكن لو المخرج يقدر يقول لي الابديت انا مش عارفة في الحقيقة، لكن انا بحسبها بالجنيه المصري علشان اللي حابب يكون كمان بيقدم من مصر. اللي حابب كمان ينزل بنفسه يشتري طلبات معانا امين، اهلا وسهلا بيكم، احنا بنرحب بيكم وصدرنا واسع قوي علشان تكونوا تعملوا كده، يعني تنزلوا بنفسكم تاخدوا البركه وانتوا بتشتروا الحاجه معانا، ونقدر نكون بنوزعها كمان مع بعض لكل اخوه الرب. ناس كثيره اتصلت وقالت احنا محتاجين شنط، في ناس اتصلت من سوهاج، من اسيوط، من المنيا، في ناس اتصلت طبعا من المحافظات. عايزين نكون بنجمع، احنا كده كده رايحين المنيا لاخواتنا اللي سجلنا معاهم في الفتره اللي فاتت في المنيا واسيوط، وهنكون بنباركهم بشنطه العيد. كم حد عايز يكون معانا وموافق ان هو يكون عضو معانا ومشترك معانا في شنطه العيد؟ كل التليفونات قدام حضراتكم، ممكن تتواصلوا معانا عبر التليفونات، واصلا وايضا ممكن من خلال الرسائل لو انتم مش قادرين تكونوا توصلوا لنا من خلال التليفونات. التليفونات بيبقى فيه زحمه شويه في التليفونات فمش عارفين توصلوا لنا، ممكن تبعتوا لنا رساله باشتراكك ومحبتك معانا ببرنامج يا رب ارحم عشان نقدر نكون بنوصلها لاخواتنا. اتمنى من كل القلب ان كل حد حابب كمان يشترك بشنطه وعايزين نكون بنقول اسمه امين، هنعمل كده نكون في الوقت الجاي. انا بشكر كل الاحبه اللي فعلا معانا ببرنامج يا رب ارحم ومع اخواتهم علشان نكون كمان بنروح لهم لزيارات
تانية وهنكون بنباركهم. أنا عارفة الجو دلوقتي شتاء وبرد قاسي جدا في مصر، لكن في الوقت اللي جاي هنكون بنسافر بنروح أماكن مختلفة، المنيا، أسيوط، المناطق كمان المراكز ممكن حوالين المنيا، وكلمنا مع المراسلين وهم هيكونوا بيروحوا في الوقت الجاي عشان يكونوا بيباركوا إخواتنا في شنطة العيد وأيضا بعض الالتزامات التانية. بشكر ربنا من أجل كل حد حط بذرة معانا برنامج يا رب ارحم، كل حد اشترك معانا. بشكر مستر سمير عابد من اسكندرية، بشكر الأخت مها وعادتنا اللي هي تكون معانا من استراليا تكون معانا في شنة العيد أيضا. بشكر مستر عصام، بشكر مستر عياد، تقريبا اسمه عياد، حابب برضو يكون بيشترك معانا. حقيقي يعني أنا الآن أنسى حد من الأسماء، لكن بشكر كل حد حط بذرة معانا في بركة شنطة العيد، كل حد بيشترك معانا. كل التليفونات متاحة قدام حضراتكم دلوقتي عبر الفايبر، كل حد نفسه يكون مشترك معانا ممكن يقدم، يكتب رسالة يبعتها لنا أو يدخل معانا ويقول أنا حابب أكون بشترك معاكم في شنطة العيد، يعني زي ما تحبوا اعملوا. في ناس تقول من يدك يا رب فأعطيناك، يعني مش عايزة تكون بتقول اسمها أمين، أنا متفق معاك على كده، أنا متفق معاك على كده، كل واحد براحته على حسب ما الرب يقودك اعمل. بس هي بس مجرد تشجيع، بنقول الأسماء مجرد تشجيع لأحبائنا علشان يكونوا بيكملوا معنا في خدمة الرب في برنامج يا رب ارحم وقناة الطريق. حابين نكون شركاء كلنا مع بعضينا، وبنشجع كل الناس، والناس اللي بتقدم فاهمة قوي 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 قد ايه البركات اللي هتكون بتعود عليها، وحتى لو من الأعواز، انا بتكلم حتى لو من الأعواز، يعني لو معاك 2 جنيه هتقول له يا رب انا بحط 50 قرش او جنيه ليك في المحبة. لو معاك 5 جنيه تقول له يا رب انا بكرس العشر او العشرين زي ما ربنا يقويك ويساعدك. معاك 1000 جنيه قول له يا رب انا بكرس شنطة لاخوة الرب من هذا المبلغ. معاك 1000 دولار قول له يا رب انا بكرس جزء من المبلغ ده علشان يكون بشترك ويكون بركة لإخواتي في شنطة العيد. كل حد شوف الرب يسقلك بإيه، وكل الأمور كل الأرقام متاحة قدام حضراتكم. بالنسبة كمان لإخواتنا في استراليا حابين يعملوا كده أو يشتركوا معنا يكلمونا عبر الهاتف، هنكون متواصلين معاكم دايما. كل التليفونات متاحة كمان عشان نكون بنصلي مع بعض النهاردة، وبنحط كل طلبات الصلاة قدام الرب في عرش النعمة. الرب يقدر، الرب لا يعسر عليه اي شيء، الرب لا يستحيل عليه امر غير مستطاع عند الناس والدكاترة والاطباء، مستطاع عند اله واحد اسمه الرب يسوع. مستطاع، مستطاع لدى الله، مستطاع عند الله. الله يقدر يحرك الجبال بكلمة واحدة منه. يقدر النهاردة يكون بيسيطر على المرض اللي جالك مفاجئ. في ناس ممكن تكون قاعدة قدام الشاشة انا مش عارفاهم، لكن اكتشفوا ان في امراض مفاجئة دخلت لهم. الرب يقدر انه يشفيك النهاردة، يقدر ولا يعسر عليه اي امر. لو رحنا كده لأعمال الرسل الاصحاح رقم 4 بيقول كده من عدد 29، والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم. يعني في تهديدات حصلت للرسل والقديسين، وإمنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، بمد يدك للشفاء. للشفاء يا رب، احنا عايزين شفاء، عايزين شفاء يا رب، عايزين شفاء وآيات وعجائب يا رب في هذا البرنامج. كل الناس تشهد عن محبتك وإيديك الممدودة ليهم،
تجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. عايزين آيات وعجائب تحصل النهاردة في برنامج يا رب ارحم وفي حياتنا. آمن وثق، قول يا رب بمد يدك للشفاء، بمد يدك للشفاء. يا رب أنا عايز شفاء النهاردة، أنا عايز شفاء، أنا عايز معجزة من عندك. ولما صلوا تزعزع المكان، هللويا، الذي كانوا مجتمعين فيه، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. بمجاهرة يعني بعد ما دعوا وصلوا جامد جدا ودعوا، قالوا يا رب مد ايدك بالشفاء، يا رب سيطر على المكان كله، لقوا المكان بتزعزع. وجود الروح القدس في وسطهم، وجود الروح القدس في وسط التلاميذ، بنقول يا رب احنا تلاميذك النهاردة، تقدر يا رب بكلمة واحدة تقدر تكون بتزعزع المكان وتزعزع قلوبنا عشان نكون بنختبرك اكتر واكتر، وتفيد علينا يا رب بمحبتك والايمان القوي اللي محتاجين نكون بنتمسك بيه في الوقت الجاي. ايمانك هو اللي هيكون بيشفيك النهاردة، ايمانك وتصديقك بكلمة ربنا هيكون في معجزة في حياتك النهاردة. تعال نقرأ مرة تانية. والآن يا رب انظر الى تهديدهم، وامنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، بمد يدك للشفاء ولتجرى ايات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. ما كانوش مصدقين نفسهم من وجود الروح القدس في وسطهم. النهاردة هنكون بنصلي مع بعض، النهاردة هنكون بنطلب وجه ربنا على حياة كل حد فينا. كل حد وليه حلم، كل حد وليه طلب معين. تأكد ان الطلب ده المسيح بنفسه عارفه وشايفه، بس الله عايزنا نكون متحدين كلنا بنفس واحدة، يعني اتحادي مع اتحادكم بقوة، بصراخ، بقوة حضور الروح القدس في وسطينا. الله هيعمل عمل عجيب جدا، وهتحصل وهتجرى ايات وعجائب من شريعته، هتحصل في آيات وعجائب ومعجزات هتحصل في الوقت الجاي، في آيات وعجائب هتحصل، وفي ناس هتشهد بعمل المسيح في حياتهم. واحنا بنخلص سنة مرت من حياتنا نقول يا رب سنين طويلة مضت وانت معتني بينا، أكيد في اختبارات وفي معجزات الله عملها في حياة ناس. الله محتاج يسمع الاختبارات دي وتعلن عنها بصوت عالي، وتعلن عنها بصوت عالي. ولما تعلن عنها هتكسر كل أرواح شر من حواليك، لأنه روح إبليس عايزك تكون كتوم. الله يعمل معاك معجزة، لا ما تتكلمش، خليها لنفسك. الله عايزك تكون النهاردة بتشهد عن جوده وإحساناته الغير محدودة في حياتك. يا رب مد إيدك بالشفاء النهاردة، مد إيدك يا رب لكل حد تعبان ومريض ومحتاج النهاردة. برفع إيدي للسماء النهاردة بقول يا رب أنت تقدر، بقدرتك الإلهية تقدر تكون بتشفي ناس كتير قوي من وجع الماضي، وجع الحاضر. الناس تقول وممكن يكون في آلام في المستقبل، الكتاب بيقول كده سيكون لكم في العالم ضيق، لكن ثقوا
أنا قد غلبت العالم. هيكون في آلام وهيكون في تعب وضيق، لكن أهم حاجة اللي احنا نكون بنصدق إن يسوع يقدر ينجينا من هذا التعب والضيق ويفتح أبواب لا حصر ليها في حياتنا. عندك إيمان وثقة إن الله النهاردة هيجري عجائب من شريعته، آيات وعجائب ومعجزات الله بيصنعها من الرب صالح، يقدر بكلمة واحدة منه يقول للجبل ينتقل فينتقل، يقول للعذر قم فيقوم، يقدر يقول لابنة ييروس قومي قومي. الرب يقدر حتى لو حصل في موت، في موت، بس الموضوع كله حوالين إيماننا، إيماننا ومحبتنا وعلاقتنا مع الرب. شكلها إيه كمان علاقتنا؟ هل علاقتك مع الرب زي الابن وأبوه، البنت وأبوها؟ المحبة الأبوية، هل علاقتك مع ربنا واصلة بأنك تكون بتتكلم معاه كل يوم؟ أنت مش شايف ربنا لكن بتشوفه بروحك اللي جواه، بتلمسه بأحاسيسك اللي جواه، بتسمعه وبتسمع صوته. بإيمانك إنك مصدق اللي هو جنبك وبيسمعك وإنت بتسمعه. بنسمع بعضينا لأن مفيش أحلى من حضن أبونا السماوي. سمعنا في الوقت اللي فات إن هروب الأب كتير من وسط ولاده ومن وسط مراته ومن وسط بيته بسبب احتياجات الملاحة اللي فوق دماغه، وهروب الأب لأنه مش مستحمل يشوف ولاده تعبانين وهو ما عندوش القدرة إنه يكون بيشتغل ولا يجيب لهم أي مصادر من الأكل، ما عندوش شغل ولا وظيفة، فيعمل إيه؟ ياخد بعضه ويجري. سمعنا في الوقت اللي فات وتصدمنا في الحقيقة من عدم وجود الأب، لكن اتكلمنا وقلنا في أب سماوي يرعى أولاده ومسيبهم أبدا حتى لو فين. أبوك يقدر يكون بيعولك النهاردة، أبوك اللي عينه عليك، أبوك اللي يقدر النهاردة يقولك تعالى يا ابني تعالى، أنت حبيبي وغالي عليا، مش أقدر أبدا أتركك ولا أسيبك، ولو نسيت الأم رضاها فأنا لن أنساك. ربنا بينادي على كل حد تعبان وبيقول أنا بلا أم بلا أب بلا رعاية، حتى ما فيش حد بيسأل عليا ولا حد حتى بيرفع سماعة تليفون وبيكلمني، لكن أبوك السماوي يقدر يكون بيحتضنك النهاردة. تعالى واجري عليه وقول له يا رب ما فيش غيرك، انت اتولدت عشان يكون لي أمل ولي رجاء في الحياة، انت اتولدت يا رب وجيت لأرضنا عشان تدينا الأمان والسلام، كانت بشارة سلام، بشرة جميلة جداً، بشرة جميلة قوي لما المسيح جاي، رب يسوع جاي عشان يفدي العالم من ألامه وأتعابه، جاي عشان يكون لينا حياة. هصلي لكل حد النهاردة حاسس إن جواه تعب أو ضيق، هصلي لكل حد مستني نتيجة التحليل اللي جاية، قلقان ومرعوب وخايف. هصلي لكل حد النهاردة محتاج لبيبي، محتاج يكون عنده ابن أو ابنة في الوقت الجاي. هصلي لكل زوجة بقالها سنين متجوزة ومفيش أي إنجاب ليها، هصلي لزوج بيطلب النهاردة رحمته
بانه يكون بيسمع كلمة بابا. هصلي كل حد النهاردة عايز شغل، محتاج شغل، البطالة كترت ومفيش أشغال في البلد والناس محتاجة تعيش. هصلي لكل حد سواء شاب أو شابة محتاجين لشغل في الوقت اللي جاي، لراجل أو ست محتاجين لشغل عشان يقدروا يكونوا بيدعموا بيسندوا بيتهم، يكون في مصدر خير جاي عليهم، مصدر بركة، شغل يقدر يكون بيأكلهم العيش. أصلي لكل حد مجروح ويتيم وحاسس ان ناس كثيرة قوي ممكن تكون جرحته في الوقت اللي فات ومش قادر يكون بيستقبل سنة جديدة جاية عليه بسبب الجرح اللي جواه. ناس دسته، مش دسته يعني عمل حادثة، لا، ناس دسته يعني هدمته معنويا وفقدت سلامه. أصلي كل حد النهاردة محتاج إيد ربنا تتمدله في موضوع سفر معين، حد محتاج يسافر ومقدم اوريدي ولسه ما جاتلوش موافقة. بصلي من اجل حد عايز يكون بيسافر لكن يمكن الامور المادية مش مساعداه، يمكن ورقه مش متظبط. كل حد حلمه في شيء الله يدهو. هنصلي وهنتحد النهاردة مع بعضينا ان الله يكون بيفتح قوة السماوات في برنامج يا رب ارحم. برنامجنا كمان محتاج لصلاة كتير قوي علشان الرب يكون بيكمل فيه اكتر واكتر ويمد ايد العون والخير لأولاده ويثقل ناس تكون واقفة معانا في هذا البرنامج وتكون ايديها ممدودة عشان نكون بنكمل مسيرة حياة برنامج يا رب ارحم. يا رب كل حد النهاردة محتاج طلبة صلاة، عندك حلم النهاردة ارفع ايديك للسماء واحنا بنصلي دلوقتي. قل له يا رب انا بتحد مع كل طلبة صلاة النهاردة هتطلب، انا بتحد وهتتقال باسم يسوع، انا بتحد مع كل صلوة هترفع النهاردة لاسمك القدوس المبارك. عندك ايمان اتشدد، عندك قوة وتصديق في يسوع اتشدد. يا رب يسوع بشكرك من اجل حياتنا اللي بتشهد عن جودك وصنيعك يا رب. بشكرك يا رب من اجل كل حد قدام الشاشه دلوقتي، كل واحد باسمه، كل حد باسمه يقول انا يا رب محتاج معجزه في حياتي، معجزه تحصل، محتاج معجزه تحصل. يا رب بشكرك من اجل عنايتك ورعايتك بينا كل السنين اللي مضت. يا رب واثقين ان في سنين كثيره جايه علينا محتاجينك يا رب تكون سند لينا. بصلي كل واحد تعبان ومريض النهارده انك تكون بتمد ايدك للشفاء ليه. بصلي لكل حد يا رب عمل تحليل يا رب ومستني نتيجته في الوقت اللي جاي، يا رب قولوا للصديق خير. احنا بنقول خير النهاردة، قولوا للصديق خير، بنقول لكل حد خير، اتوقع خير، ما تتوقعش اي شر في حياتك او اي مرض في حياتك، اتوقع خير. يا رب انت اللي تقدر تكون بتجيب كل نتائج التحاليل يا رب كويسة. يا رب بصلي لكل حد محتاج شغل في الوقت الجاي، كل حد فقد شغله، كل حد اتغرب ومش لاقي شغل،
في البلاد العربية والدنيا مزنقة عليه والدنيا مقفولة عليه، بس يا رب انت يا رب عندك اشغال كتير قوي وكل الناس يا رب بتشتغل عندك انت يا رب. افتح انت لانك انت تفتح يا رب. انا بصلي لكل حد محتاج النهاردة وبيرفع ايديه عنده طلبة معينة هو بس اللي عارفها يقدر يقول النهاردة يا رب انا بصدق وعندي ايمان ان حلمي وطلبتي بين ايديك وهتتحقق في وقت قريب جدا، لانك انت القدير وانت الاله المحب اللي لا يمكن تسمع ولادك وتسكت. يا رب انت بتتأنى شوية علينا لكن انت بتسمع وبتستجيب. بصلي لكل مشاكل الزوجية كمان، كل بيوت خربانة ابليس قدر انه يكسرها ويهدمها، قدر النهاردة انه يكون بيفشل كل زواجة، كل بيت سعيد قدر ان هو يكون بيفشله كسره، انك تكون بتلم هذا البيت مرة تاني، لان يا رب البيت المبني على الصخر هو انت عمره ما يتزعزع ابدا. يا رب لم كل البيوت يا رب اللي كسرها ابليس في الوقت اللي فات. يا رب سنة جديدة يا رب داخلة علينا تكون مليانة بالخير والبركة لكل بيت. بصلي يا رب لكل حد اتجرح في يوم من الايام وملقاش حد يكون بيضمد جروحه، انت وحدك يا رب اللي تقدر تضمدها. كل واحد اساء يا رب الشخص ما انك ترجعه بتوبة حقيقية ليك. كل حد هدم نفسية حد انت تقدر يا رب انك تكون انت بتعالج نفسيته. يا رب أنا بصدق وأؤمن معاك بأنك إله صالح وأمين إلى الأبد. يا رب إحنا جايين لك وبنقول لك يا رب مع ولادتك إحنا كمان بنتولد ولادة جديدة، بنتولد معاك يا رب ولادة جديدة. اقبلنا وباركنا وحافظ علينا ودينا من صنيعك يا رب في الوقت الجاي، وبنشهد عن جودك ومحبتك وإحسانك لينا انك انت تقدر حقيقي رب، انت تقدر ومصدقين فيك ومصدقين يا رب اعمالك كلها الصالحة اللي ما زالت موجودة وبنشوفها قدام عينينا وبنسمعها. بشكرك من اجل كل المعجزات اللي حصلت في الوقت اللي فات اللي سمعتها. بشكرك يا رب من اجل كل حد حابب انه يكون ليه وقت معاك وشركة معاك في الوقت اللي جاي باسم الرب يسوع. بشكرك لانك اله صالح واله امين الى الابد. امين امين. انا بصدق في المسيح، بصدق في يسوع لانه هو بيسمع ويستجيب. ياما ياما يا رب استجاب لحياتنا. عايزة اقول لكم بقى قصة جميلة قوي، قصة جميلة قوي 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 عن ابن الكبير جوفاني. يمكن انا قلتها في الوقت اللي فات من فترة ويمكن الناس سموها مني، لكن لو عاد الزمن بيا عمري ما هنساها ابدا، وما زال وما زال لغاية دلوقتي الرب بيصنع عجائب، الرب بيصنع عجائب ومعجزات. ولادي من صغرهم هم عطائين جدا، يحبوا جدا العطاء، يحبوا جدا يدوا للرب، يحبوا جدا لو لقوا اي حد تعبان في الشارع هوملس تعبان، حد كاتب كده I am hungry يروح يجري عليه ويديله. كنا من كام يوم كده هوت في ستور كنا بنشتري بعض المأكولات الأكل والشرب وكده، وكان معايا ابني الكبير جوفاني. وجوفاني بقى كان ليه قصة جميلة قوي في الوقت حوالي 3 سنين فاتوا. كنا في اجتماع جميل قوي مع يمكن تعرفوا
الدكتورة ميشيل كورال. كنا في الاجتماع دوت وكان لسه صغير يعني مش من حوالي كام من حوالي 3 سنين او 5 سنين تقريبا. كنا في الاجتماع وفجأة كانت بتتكلم عن ازاي نكون بنكرم الرب اللي كانت رايحة مصر ورحلتها لمصر ومين هيكون بيقدم للرب علشان يكون حاطط بركة لكل الأسس القساوسة اللي في مصر عشان يجيبوا لهم بدل للعيد. كانت نازلة قبل العيد عشان كريسماس بقى وكده. فهي كانت حابة مع طبعا كل الناس اللي معاها حابين يكونوا بيباركوا ببعض الهدايا. ودايما بنتذكر كمان المجوس لما قدموا هدايا ذهبا ولبانا ومر. واحنا قاعدين وسمعنا طبعا اللي هي نازلة مصر وكده، فجوباني ابني كان معاه العيدية بتاعته وكان حاطط كده في دماغه اللي هو يجيب هدايا لينا لاخواته لجول وجيسن وكمان لباباه ومامته اللي انا وباباه. ففوجئنا كده هوت معايا $50، كان معايا $50 بالظبط، ان كل واحد $10 هجيب هدية لكل حد فينا $10 وكنا هنحطها تحت الشجرة اللي هي هدية الكريسماس. وفجأة كده وهي بتتكلم فميل على بابا وميل عليا، مامي انا هحط المبلغ ده، ديدي انا هحط المبلغ ده علشان اكرم ربنا في الاسس كمان اللي البدل رايحة لهم ويشيلوا بدل لكل القساوسة اللي هم هيكونوا بيباركون في مصر. فطبعا يعني لو انتوا مثلا لو حد مثلا لا يا حبيبي دي حاجتك يعني، لكن يفكر الولد مجرد بس تفكير انه يحط المبلغ اللي معاه اللي كان هيجيب بيه هدايا بركه علشان بدل رايحه للاسس، دي حاجه جميله، حاجه تشرف، حاجه جميله جدا ان يكون ابنك او بنتك بتفكر مش في نفسها لكن في الاخرين. وفعلا حط المبلغ دوت، المبلغ ده كان زي ما قلت لكم كان هيجيب بيه هدايا لاخواته وهدايا لينا، لكن هو حطهم وعنده ايمان وثقه ان ربنا هيكون بيسدد هو الاحتياجات كلها. وعايزه اقول لكم بقى اللي حصل بعد عطائه وبعد محبته الكبيره. وكنا في الوقت زي كده بالظبط في ايام الكريسماس، كان في وقت كده يعني قبل كانوا نازلين قبل العيد في مصر، كنا في الوقت ده. وفجأة كده هوت في نهاية الاجتماع وبعد ما جمعوا العطايا وتمام التمام، لقينا دكتورة ميشيل بتقول على فكرة يا جماعة كل الأولاد الصغيرين في أوضة تحت فيها لعب كتيرة جدا لكل الأولاد اللي حاضرين، وهيكون براذر جوزيف دكتور جوزيف هيكون هو ولاده بينزلوا اول ناس عشان يقدروا يكونوا بياخدوا اللعب. فدي جمال ربنا لما يكون في الجو واللحظه ان يكون بيسمع ويستجيب لابنك او بنتك اللي اعطت. وازاي نكون بنعلم ولادنا العطاء، ازاي نكون من صغرهم بنعلمهم العطاء، افرد ايديك بالبركه، تعلمهم ازاي يكونوا بيحطوا عطا في الكنيسه، تعلمهم يحطوا العشور بتاعهم، يحطوا تقديمات. عايزه اقول لكم نزلنا وفعلا لغايه لما الولاد نقوا مش مثلا لعبه او اتنين او تلاته او اربعه، ده جابوا اكياس الزباله الكبيره لكياس الترش الكبيره قوي وقالوا كل اللي انتوا نفسكم تاخدوه خدوه. فالولاد قالوا لا ممكن ناخد لعبه، قال لهم لا ولا لعبة ولا اتنين ولا تلاتة، دول ممكن توصل كمان لست سبع لعب 10 لعب. شوف ربنا وإكرامه الجميل. عايزة أقول لكم عمري ما هنسى أبدا الوقت الجميل ده، وحسيت فعلا ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. أنت بتزرع في ولادك إزاي يكونوا أسخياء في العطاء وإزاي يكونوا محبين للآخرين
من اخواتهم وازاي يكونوا بيكرموا الله في الناس اللي محتاجة، انت كمان هتكسب خير وبركات كبيرة. عايزة اقول لكم ان جوفاني من صغره هو وجوي وجيسن ولادي غطائين جدا، لدرجة ان وهم اوقات بيتفرجوا معايا على البرنامج في الاعادات يقول لي مرة دخلوا وحط اللبس كلهم، مامي حط ودي اللبس بتاعنا دوت لايجيبت. ازاي تكون بتزرع فيهم حب العطاء للغير؟ ازاي تكون بتزرع؟ من كام يوم بقى كنا رايحين نشتري بعض المأكولات من الستور، واحنا خارجين انتوا عارفين ان في بعض الناس معهم جرس علشان اللي حابب يكون بيدعم الناس الفقيرة، معهم جرس كده واقفين برا الستور للدونيشن للتبرع، حد حابب يكون بيتبرع، ومعهم صندوق كده صغير وهم بالجرس وعمالين يعملوا في الجرس دوت. عايز اجيبهم لكم، اجيب لكم الجرس المرة الجاية معايا، وافكركم قد ايه فعلا الرب صالح وامين جدا. لقيته بعد ما مشينا كده شوية لقيته رجع، قال لي مامي ثواني، لقيته رجع. ايه يا حبيبي رجع لي؟ لقيته بيحط محبة في الصندوق اللي قدام الستور للتبرع للناس اللي محتاجة لوحده. لقيته اللي هو ما قدرش يكون بيمشي غير لما يكون بيبارك. كل من سألك تعطي، هو ده العطاء الحقيقي اللي لازم نكون بنعيشه يوم بعد يوم. وازاي تكون بتزرع في ولادك من صغرهم العطاء والمحبة للآخرين. قبل ما يجي العيد مش بس ايه الهدايا اللي انا ممكن اخدها، لكن افكر ايه الهدايا اللي ممكن اقدمها للقرايب والحبايب، للناس اللي حواليا اللي محتاجين. مش افكر بس انا هعمل ايه ولا هاخد ايه، لكن ادي ايه وابارك ازاي. وده حب العطاء للآخرين، دي فضيلة. والفضيلة الجميلة المحبة، يقول أكثرهم المحبة. فضائل كتير قوي لازم تكون في حياتنا، والعطاء بينبع أو المحبة يليها على طول، بعدها على طول بيحصل عطاء. زي ما أبونا السماوي أعطى نفسه آخذا صورة عبد، زي نكون كمان احنا بنقدم للآخرين. حبيت أكون بشارككم لأن حقيقي حاجات كتيرة قوي بتحصل، ويمكن حاجات كتيرة قوي بتحصل في حياة ولادي، وببقى مراقباهم كده وأشوفهم بيعملوا إيه، ببقى فخورة جدا باللي ربنا بيعمله. وازاي نكون بنعلم ولادنا من صغرهم يدوا ويدوا ويدوا ويباركوا، يباركوا بنفسهم كمان، يباركوا بنفسهم. يعني تقول له خد يا حبيبي ادي الهدية ديت لابن خالك لابن عمك لأخوك لأختك، خد يا حبيبتي ادي الهدية دي لبنت خالتك بنت عمتك. ازاي كلنا نكون شركاء في العطاء، ودي المحبة الجميلة. قبل ما ناخد بعض الحالات اللي معانا، عايزين نقول يا رب انت جيت في ارضنا وتولد فينا الرجاء. قبل ما نشوف بعض الحالات وقبل كمان ما نكون بنستقبل التليفونات، الحابب يكون بيدخل معانا يا اهلا بيكم عبر الفايبر، كل التليفونات متاحة، هنكون بنصلي مع بعض، هنكون بنطلب وجه ربنا مع بعضينا، والرب لا يعسر عليه أي أمر. وانت في الفاصل وانت بتسمع الترنيمة شوف نفسك في ايه قدام ربنا، وحلمك عايزه ايه بالظبط، ومرضك
حطه قدام ربنا واتصل بينا، هنكون بنصلي مع بعض. تعالوا نروح للفاصل وارجع لكم مرة تانية، انتظروني مع الترنيمة. بفرحة وبسلام صالحتنا بالسما تاني يا يسوع، بعد طول البعد فرقة وخصام. الفرحة ملك حياتنا لما جيت لأرضنا، انت هبت ولي قمرنا عشنا على الأرض السلام. الفرحة ملك حياتنا بقى لينا حق نفرح بالخلاص اللي بنلادك يا ربي كان ابتدى. لما جيت اتحققت كل الوعود، رحمتك ومحبتك ملت الوجود. لما جيت اتحققت كل الوعود، رحمتك ومحبتك ملت الوجود. عرفتنا يعني ايه عشرة معاك، اللي حبك لينا ربي ملهوش حدود. فرحة ملك حياتنا لما جيت لأرضنا، انت هيك كل قمرنا عشنا على الأرض السلام. فرحة ملك حياتنا لما جيت لأرضنا، انت هيك كل قمرنا عشنا على الأرض السلام. بقى لينا حق نفرح بالخلاص اللي بنلادك يا ربي كان ابتدى. اتولد فينا الرجاء بالحياة الأبدية فوق في السماء. بعد ما كان المصير هلك وموت، جيت وتممت الخلاص بالفداء. الفرحة ملك حياتنا لما جيت لأرضنا، انت هيك كل قمرنا عشنا عالأرض السلام. الفرحة ملك حياتنا لما جيت لأرضنا، انت هيك كل قمرنا عشنا عالأرض السلام.
تممت الخلاص بالفداء. بقى لينا حق نفرح، نفرح بالخلاص اللي بميلاد يسوع فينا ابتدى. بقى لينا حق نفرح، نفرح بالخلاص اللي بميلاد يسوع فينا ابتدى. اللي بميلادك يا ربي كان ابتدى. الفرحة الحقيقية لما المسيح جه في أرضنا. شكرا خاص للمرنم جوزيف نصر الله والمرنمة سناء سمير وأيضا المهندس مينا ناجي على التوزيع. بشكر ربنا جدا من أجل كلمات رائعة جدا، كلمات سناء سمير، إن إزاي فعلا بنستقبل الفرحة الجميلة وبنتذكر هذه الفرحة بمولود الرب يسوع جه في أرضنا. معانا حالة عم ميلاد، حالة عم ميلاد، ويا ترى حالته عاملة ازاي، ويا ترى حلمه أو احتياجه ايه بالظبط. تعالوا نشوف مع بعض حالة عم ميلاد. وانت بتسمع الحالة مش تسمع وتسكت وتقول ما ممكن حد غيري يعمل كده، لكن لو في ايديك تقدر تكون بتعمل حاجة يبقى انت بتاخد بركة كبيرة. لو حابب تكون بتزور عم ميلاد في أسيوط اعمل كده وابعت لنا على الفايبر. وعايزة اقول لكم اي طلبات صلاة او اي محبة عايزين تكونوا بتقدموها عبر الفايبر، وهو الرقم 0-100-235-1919 0-100-235-1919. والفايبر موجود عندكم، تقدروا تكونوا بتستقبلوا أو ترسلوا لينا. وأيضا بنستقبل تليفوناتكم لطلبات الصلاة من عليه. لو عندكم أي طلبة صلاة ممكن تبعتوها عبر الفايبر، هنكون برضو بنستقبلها ويكون المخرج معنا يقدر يديها لنا وإحنا على الهواء. أو حابين تكونوا بتدخلوا معنا في البرنامج، ممكن يكون مع زحمة التليفونات شوية ما فيش استقبال، لكن هنحاول نكون معاكم على الهواء مباشرة وندخلكم معنا في البرنامج. لكن هنرجع مرة تانية ونعرض حالة عم ميلاد، وانتوا حابين تكونوا بتعملوا ايه مع هذا الرجل. محتاج عم ميلاد معونة من عند الرب، هل تكونوا بتقدروا تساعدوا وتقفوا معاه؟ تعالوا بسرعة نشوف حالة عم ميلاد وارجع لكم تاني. مرة تانية تليفوناتنا مفتوحة عبر الفايبر اللي حابب يتواصل معنا ونكون بنصلي معاه عبر التليفونات. تعالوا بسرعة نشوف حالة عم ميلاد وارجع لكم تاني، انتظرونا. عزيزي
أعزائي المشاهدين قناة الطريق، برنامج يا رب ارحم كلا الوصفون. النهاردة موجودين مع الأخ ميلاد، نتعرف على حالته ونشوفه يحكي لنا ويقول لنا ايه اللي عم. ازيك أخ ميلاد؟ على صوتك معلش. ازيك عامل ايه؟ عم ميلاد، كنت احنا سامعين ان انت عندك شد تعب، واحكي لنا كده على اللي عندك واللي انت حاسس بيه. اللي عندي راسي كده ما تتعبني وما يديني دوخة، ومش قادر كده اجي اقل فضوخ وهقع. لا اقعد الحيلة كده، القدينة كلها متلف بيه وراسي كبيرة، واخد بالفترة كبيرة ما احسش بروحي، ما اعرفش ان النهاردة ايه ولا بكرة ايه. هم يقولوا لي كل يوم ثلاث كده، اقول لهم النهاردة ايه، يقول النهاردة الحد، اقول لهم ما اعرفش يعني ايه النهاردة. وهذه لما يحصل معي حاجة كده جسمي تربك. الدكاترة قالوا ايه؟ قالوا عندك شطة كده، شطة في راسك، شطة في راسك، جات مفاجأة مع الضغط، فجأة كده فجأة. وعنده برضه دهون على الكبد، ولو قال اي، لو قال لي يعني كل سليم تقلية لا وتشلع، لو قال اي حاجة، لو حتة جبنة من الدكان بيضة تبص تلاقيه يعني تعب، ويقول بطني ويتعب وبطني تنفخ، ويقعد يرجع ويتعب ويسقط، وبعدين ما قدرش يعني ما قدرش خالص. بس يعني ما بيشتغلش؟ لا ما بيشتغلش، ما قدرش. لا ما عشان ما قدرش يعني ان هو ما يمشي خطوه، اما يقول اسهق وميه الشو كتير على جسمه ووشي، وابص الاقي الدنيا عمت في وشي وما احسش بالدنيا واللي فيها. ونظري ضعيف قوي، نظري ما عندي عين ما شايفش بيها خالص، رايحه وعين رايحه وعين الثانيه مش ما اشوف بيها حاجه كده خالص. ضنين مين هيشغلون هيودوني فين؟ مش ما اقدر امشي، دي الحاجه ما تبقى قدامي مش ما اعرف. هذا اللي عندنا مش قادر اوصل اقضي اي حاجه لولا اخوات الرب ماشيين معايا، ماشيين معايا برضه في كل حاجه، بس يعني لو في النظر مش عارف ايه، وركبوا يعملوا عمليه، اعملوا العمليه على العين اللي هي دي لما يشوف بيها بسيط. في الدكتوره بعد ما كشفت له قالت هو يعني بالنظاره يشوف نص متر، من غير النظاره يدوب اقل من نص. فكنا هنعمل له عملية، هي فعلا تتكلف 3000 جنيه، بس المشكلة مش في 3000 جنيه، احنا نقدر نجمع حاله. بس يعني ان هو راجل كبير، وعشان المرض اللي عنده ما ينفعش المخدر، ياخد مخدر يعني عشان يعمل العملية دي لعينه اللي هي مخدر، يعني اللي هو كان هيدفع ال 3000 ديت. ايوه هيدفعها ويعملوا ويعمل له عمليه، يعني عمل تحاليل واشعاعات وبتاع، قال ما ينفعش ما يستحملش المخدر اللي هو يعني البنج اللي هو هياخده عشان يعمل العمليه. انت قلت لي ان بيجيب له علاج كتير، قول لي على اللي بيجيب. ايوه ما يجيب له علاج، ده في بتاع الدهون على الكبد، وفي بتاع الشطة في راسه، وفي بتاع ضيقه النفس والأزمة. يعني من ساعات اما يكون كله مع بعضيه، لا عارف اجيب ده ولا عارف اجيب ده، مش قادر اجيب ده ولا قادر اجيب ده خالص. ممكن اجيب حاجه بسيطه وبرضه ما تجيب، يعني يبقى تعبان، لا قادر اعالجه من ده ولا قادر اعالجه من ده. العلاج بيتكلف قد ايه كده في الاسبوع؟ بيتكلم 150 جنيه، ده بتاع راسه بس. بتاع راسه بس؟ ايوه. اما بالنسبة لعينيه ده وصدره بتاع ده حاجة تاني. يعني في اي مصدر دخل ليكم بيجيلكم؟ مفيش دخل خالص، يعني مفيش دخل خالص. اي طب من خلال شاشة قناة الطريق وبرنامج يا رب ارحم، تقولي ايه دلوقتي لكل واحد شايف حالته، تقولي له ايه؟ اقول ان انا هما بس يتولوا الناس التعبانة دي اللي مش قادرة تجيب علاج، بس احنا مش طالبين غير اكتر من بس ايه، يدونا يجيب العلاج بس، وان كان يقدر يكشف يعني يساعدونا ان هو يكشف لما يتعب بس، عشان ممكن يكون تعبان وما قدرش يكشف. صدقني وحياة كلمة ربنا والمسيح ان هو ما يشكي حتى براسه، وفي مسامير كتير في راسه من ساعة برضك ما جات له الحالة دي، وادي راسه كلها مسامير، ما قادر اروح، كنت اروح الجلدية في سيوط
ما علشان ما كانش معي فلوس اركب العربيه ما قدرتش اروح. وهو ربنا العلمان مشاهد بالكلام اللي موجود. اقول اشكرك يا مدام رانيا، ولو انت يعني انت ديك شايفه الحالات التعبانه، وارجو من ربنا ومنك ان تساعديني وزي ما مساعدوا الحالات التعبانه تساعدينا، لان الحاله قدامك وشايفاها يعني. ونتمنى بس من ربنا، احنا طالبين بس ان هو المريض يكشف ويجيب علاج. يعني اشكرك يعني، واقول لك الكلام ده، انت قدامك هالحاله واحنا راضين باللي تعمليه وراضين بربنا. احنا متكلين على ربنا اكتر من الكل، لان هو اللي متولى الغلبان والمسكين، وهو علمان بظروف كل واحد. امين. تثق ان احنا نجيلك المره الثانيه كده ونفرح قلبك. امين. طيب انا ماسكين التقديمه ديت من برنامج يا رب ارحم، واحنا واثقين ان احنا هنجيكي مره ثانيه ونفرح قلبك. شكرا، ربنا يفرحكم ويخليكم ويبارك فيكم ويديكم النعمه والبركه، ويجعلكم يا رب بركه للخير، وجعلكم يا رب ربنا يقدمكم للمرضى، والف الف يعني شكر ليكم، وربنا يخليكم ويطول عمركم ويستر طريقكم ويبارككم ويعرفكم بيسوع اكتر واكتر. ايوه ربنا يبارك فيكم بجد ويطول عمركم، ويجعل كل يعني كل خطوه لكم سلامه، وكل خطوه يا رب بركه ونعمه لكم. الف شكر، وربنا ما يوجعكمش في ضيقه ولا في الم ولا في متاعب يا رب، بركه الرب يسوع. ورجعنا لكم مرة تاني بعد ما شفنا حالة عم بيت، واكيد حضراتكم شفتوا الحالة بعينيكم على الالم اللي هو عايش فيه، وكل حلم مراته وكل حلمهم ان هما يكونوا بيجيبوا الادوية الخاصة للعلاج بتاعه. كل اللي محتاجينه ان ربنا يكون بيسدد العلاجات بتاعته. عشان كده بخاطب النهارده لكل اخواتنا وشركائنا في الخدمه في برنامج يا رب ارحم، اللي حابب يكون بيدعم عم ميلاد، حابين تكونوا بتزوروا شخصيا كمان وتحبوا تكونوا واقفين جنبه، قد ايه هما مؤمنين جدا بربنا وبيحبوا ربنا جدا، وكل اتصالهم معانا علشان يقولوا لكم قد ايه هما في احتياج محبتكم تقدر تكون بتعددهم، محبتكم توصل لهم، محبتكم تقدر تكون بتكمل معاهم مشوار حياتهم. كل اللي محتاجينه مع أسرة بسيطة ومحتاجة العون عند الرب، محتاجين علاج، محتاجين معونة كمان، عشان هو ما بيشتغلش. انتوا شفتوا الحالة بتاعته صعبة، فصعب جدا هو يكون بيشتغل وهو في الحالة دي. طبعا شفتوا قد ايه العمليات اللي في راسه، حطت له كام مسمار في راسه. عايزين علاجات، عايزين محبة يكونوا بيعيشوا فيها، اللي حابب يكون بيسندهم بيقويهم. زي ما قلت احنا هنروح كلنا عشان نكون بنعيد عليهم في الوقت اللي جاي، كل احبائنا اللي في المنيا واسيوط، وبنرتب الوقت علشان نكون بنروح لهم. كم حد عايز يكون بيجي معانا عند كل الحالات اللي عرضناها في الوقت اللي فات؟ طلبت صلاه معانا، قالت اسمها ممكن تقولي اسمها نينا. تمام، نينا بعتلنا طلبة صلاة، نفسها ربنا يكون بيديها بيبي في الوقت اللي جاي، وده اللي احنا صليناله عليه في اول البرنامج، وقلت يا رب ادي
كل شخص محتاج لبيبي. حقيقي شهوة الصديق تمنح، شهوة الصديق تمنح. كل صلاتي لكل الناس اللي محتاجة حاجات في الوقت اللي جاي، ومن ضمنها الناس ربنا يمكن اتحرموا بقالهم سنين بيبي ونفسهم يكون في بيبي في الوقت الجاي سنة 2017 ينينا. أمين. هنكون بنصلي إن ربنا يكون بيديكي طفل جميل وتشهدي عن جود ومحبة ربنا ليك. تعالي نصلي لنينا وبعد كده أرجع تاني ونتكلم مع بعض على حالة عم ميلادي. يا رب بشكرك يا رب من أجل جودك وإحسانك، بشكرك يا رب من أجل أختنا نينا يا رب اللي بعتت طلب الصلاة دلوقتي. يا رب احنا بنحط الموضوع بين ايديك، حتى لو سمعنا من الأطباء ان مفيش أمل، لكن الأمل هو عندك انت. يا رب بحط بين ايديك دلوقتي أختنا نينا، بحط بين ايديك يا رب كل شيء يا رب هي محتاجاه، بحط بين ايديك يا رب انك تكون تديها طفل من عندك وبيبي في الوقت الجاي، وتفتح رحمها باسم يسوع. يا رب تساعدها وتديها شهوة قلبها، شهوة الصديق تمنح. يا رب مستنين يا رب ببركتك يا رب والفرحة الجميلة اللي هتعيش فيها نانا في الوقت الجاي باسم الرب يسوع. بشكرك بشكرك لانك انت صالح الى الابد رحمتك، وقادر تكون بتعوض نينا عن كل تعب نفسي واجهته في الوقت اللي فات، وعن كل الم وعن كل ادويه خدتها، وعن كل كشف وصرف يا رب مصاريف جامده يا رب للدكاتره. تعوضها عن ده كله وتديها طفل جميل يقول لها ماما ويقول بابا باسم المسيح. امين امين. معانا تليفون قناة الطريق يا رب ارحم. الو الو احنا بنعتذر جدا، الخطوط فعلا بتفصل معانا، بس عودوا الاتصال بينا مرة تانية. هنكون احنا فاتحين التليفون بس اوقات يمكن السجن بتاعتنا بتروح وتيجي، فمش قادرين نكون بنستقبل تليفونات، لكن جربوا تاني لم تيأسوا. انا ما بحبش ابدا انسان اللي ييأس ويقول لا خلاص بقى، لكن عندك النهارده ايمان وثقه بانك تدخل معانا وتصلي معانا لاحلامك وتلبتك قدام ربنا، اعمل كده وما تيأس، وما تخليش ابليس يضحك عليك ويقول لك خليها المره الجايه، سواء خليها في المره الجايه الاتصالات، سواء خليها المره الجايه لتسديد احتياجات الناس اللي محتاجه. هنقول الو معانا تليفون. طلب صلاه. طلب صلاه. اهلا بيكي حبيبتي، اهلا بيكي، اتفضلي يا ماما انت معانا على الهوا. طلب صلاه ان بنتي تعبانه عايزه تصلي. بنتك تعبانه عندها ايه؟ اسمها ايه وعندها ايه؟ رشا مرزق. رشا؟ رشا مرزق. رشا مرزق. رشا مرزق. رشا مرزق. زورها تعبها شويه وقلبها لها قلب صلاه. زورها تعبها شويه. بقى لها قد ايه؟ قلبها لها قلب صلاه ان ربنا يشفيها. امين حبيبتي امين. امين. هنكون هي رشا جنبك دلوقتي؟ رشا جنبك؟ رشا ماهر. رشا ماهر هي جنبك صح؟ بنوتك هي جنبك. ماشي. ممكن تحط ايديكي بس على زورها، حط ايديك على زورها دلوقتي. عندها اربع سنين. اربع شهور تعبانه. بقى لها اربع شهور. لا مش جنب، هي مسافره في الامارات. هي مسافره في الامارات، هي مش جنبك. تمام تمام باسم يسوع امين. هنكون بنصلي لها باسم يسوع. الله يكون بيرسل الشفاء ليها. امين يا ماشي. صلي معايا، غمضي عينيك وصلي معايا. يا رب بشكرك يا رب من اجل جودك واحسانك. يا رب بشكرك من اجل اختي الغاليه اللي بتكلمنا دلوقتي. يا رب باسم يسوع تقدر تكون بتشفي بنتها رشا من كل الم في زورها.
باسم الرب يسوع. يا رب لو عندها اللوز تشفيها يا رب، انت قادر باسم يسوع تقدر. يا رب انت عارف عندها ايه بالظبط، تقدر بلمسة تشفها الان. يا رب هي تعبانها بقالها 4 شهور، لكن تقدر الان انك تسكب سكيب الرحمة على حياتها وتديها يا رب شفاء 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 وتحرير الان باسم رب يسوع. قودها انت في الامارات، سيج من حواليها، انت تعرف مكانها يا رب، انت تعرف شكلها، تعرف موضوعها، تعرف كل شيء عنها يا رب. برسل روحك القدوس الان يا رب، روحك يرفرف حواليها في الامارات في مكانها الان، وتشفيها لمسه شافيه تشهد عن جودك وصنيعك معاها في الوقت الجاي في اسم الرب يسوع، امين امين باسم يسوع. رشا بين ايدين ربنا، واكيد الرب صالح يقدر يكون بيشفيها. معانا تليفون اخر، قناه الطريق يا رب ارحم. الو الو، مساء الخير. الو الو، مساء الخير. مساء النور يا حبيبتي. مساء النور قناه الطريق. ايوه مع حضرتك. ايوه مساء النور قناه الطريق. ايوه مع حضرتك، اهلا بيكي، انت في البرنامج. من فضلك انا طالبه استجابه ضروري. امين يا حبيبتي، نحطها قدام الرب دلوقتي. الو ايوه انا سامعاكي كويس. الو الو انا سامعاكي. ليش انا محتاجه تلبس صلاه؟ امين لايه؟ اهلا بحضرتك يا حبيبتي، اتفضل. محتاجه تلبس بخصوص ايه؟ الو ايوه بخصوص ايه يا حبيبه قلبي؟ محتاجه تلبس صلاه بخصوص ولادي باسم ماكسيموس وكراس. معايا ابني قاعد شهر ونص في الحضانه، ومن ساعه ما جبته ترجيع مستمر على طول، بقى دلوقتي 5 شهور بعاني منه، وحاسه تعبانه خالص هو واخوه الثاني برضه. وانا محتاره جدا، مع اني بصلي كتير ان ربنا يستجيب لصلاتي، مش عارفه. امين. يعني فقدت ايماني خالص. لا ما تفقديش ايمانك، ما تفقديش ايمانك، وما تقوليش كده، لان ابليس بيخطف الكلام دوت وبيحطه في العرش بتاعه. ما تقوليش اي كلام سلبي باسم يسوع. في شفاء، في شفاء لاولادك، لماكسيموس وكراس. انا ربنا امين باسم يسوع. الله يكون الان باسم يسوع بيوقف كل ترجيع باسم رب يسوع. والشهر ونص في الحضانه اللي هم قاعدين في الحضانه، يعني عايزه اقول لك ده شيء كويس علشان يكمل نموهم اكتر، لكن ما تيأسيش وما تخافيش، الرب معاكي ولن يعثر عليه اي امر. هم توأم، هم ماكسيموس وكراس توأم. انا بس عايزاك توطي التلفزيون وتسمعينا بس. لا ده ماكسيموس كبير شويه عن كراس، بس هما الاثنين تعبانين، ولفت لدكاتره كتير مش نافعين معاهم باسم رب يسوع. الرب يشفيهم دلوقتي. حطي لو هما جنبك، حطي ايديكي عليهم، حطي ايديكي عليهم، وخلي الايمان بتاعك النهارده ايمانك هيكون ليكي بحسب ايمانك هيكون ليكي باسم يسوع. حطي ايديكي الاثنين عليهم، هما الاثنين دلوقتي وانت في مكانك باسم رب يسوع، باسم يسوع. واتحدي معايا في الصلاه يا رب عشان خاطر دموع الام. يا رب انك تكون بتشفي الان ماكسيموس وكراس باسم يسوع من كل وجعهم، من كل المهم، من كل تعبهم باسم المسيح. يا رب انا بصلي الان بكسر روح ابليس من عليهم باسم يسوع. يا رب يكونوا بيشفوا في الوقت الجاي. مامتهم تشهد بكم صنعت بيهم ورحمتهم وقومتهم من كل تعب باسم يسوع. يا رب بشكرك، بشكرك لانك انت صانع المعجزات. يا رب احنا اتكلمنا النهارده عن شفاء لكل انسان مريض. يا رب صلاتنا هتزعزع المكان وهتزعزع القلوب في اسم المسيح. يا رب اوصلها الان، اوصلها مكانها في بيتها مع اولادها مع ماكسيموس وكراس.
يا رب ولادك تقدر تكون بتشفيهم لمسة شافية الآن في اسم المسيح يا رب، ويشهد الجميع بكم صنعت بيهم في حياتهم يا رب. أنا مصدقة، أنا مصدقة أي قيء يا رب هيقف، أي وجع في جسدهم هيقف الآن باسم يسوع. أنا مصدقة فيك يا رب، أنا مصدقة في اسم المسيح. آمين آمين بحسب إيمانك. يعني بصي موضوع أنا فقدت إيماني، أنا مش عايزاك تقولي تاني باسم يسوع. بصي دموعك عند الرب محفوظة، ودموع أي حد بيطلب أي طلبة صلاة أو حلم جواه قدام الرب كله مضمون وكله محفوظ في عرش النعمة. فأنا مش عايزاكي تتزعزعي أو إيمانك يتزعزع بربنا وتقولي أنا فقدت إيماني، لأ، قولي يا رب أنا متمسكة بإيماني بإنك هتعمل معاهم معجزة الآن. أنا عندي إيمان وثقة إنك هتيجي في الوقت الجاي وهتقولي وتشهدي عن جود ربنا في حياتهم في اسم المسيح. إيماننا مع بعضينا أنا وإنتي، وأكيد مع كل المشاهدين عبر العالم اللي بيتابعونا وحاطين صلاتهم مع صلاتنا. الرب هيعمل شيء عجيب، وهتجري آيات وعجائب من شريعته على كل إنسان. زي ما صلينا في بداية البرنامج وقلنا في أعمال الرسل الإصحاح رقم 4 عدد 30، بمد يدك للشفاء، للشفاء يا رب النهاردة، شفاء وتحرير من كل وجع على كل إنسان، ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. في آيات وعجائب هتحصل النهاردة، دي كلمات الرب ووعود ربنا ليكم. في آيات هتحصل يا جماعة، في عجائب، في معجزات هتحصل. ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه، وامتلأوا الجميع من الروح القدس، وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. كان في جنان، مش قادرين يستوعبوا حضور الروح القدس في وسطهم، وعمالين يتكلموا بألسنة. هو الرب اللي بيعمل معجزات وعجائب، لا يعثر عن الرب أي شيء. حبيبتي ما تخافيش، يسوع معاكي ويسوع هيشفيهم وهيطوبهم. صدقيني صدقيني الرب يقدر إن يكون بيلمسهم لمسة شافية الآن باسم المسيح. قناة الطريق يا رب ارحم. ألو ألو ألو، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. كل سنة وانتو طيبين يا فندم. وحضرتك طيب، يا رب يدوم الخير والسعادة كده عليكم. وانت طيب يا فندم، ربنا يبارك فيك يا رب. يا رب، وحضرتك كمان، اتفضل. يا رب يا محتاج بس صلاتكم كده ودعواتكم، انا شاكك جدا شويه. امين. بخصوص ايه محتاج صلاه؟ بخصوص ايه بشده شويه يا فندم، ومحتاج بس صلاتكم. امين باسم يسوع. اسمك ايه اخويا الغالي؟ حازم شهود يا فندم. حازم؟ ايوه فندم. حازم شنوده؟ شهدي. حازم شهدي. امين في اسم يسوع. يا رب انا بشكرك يا رب من اجل اخويا حازم الان. يا رب مد ايديك يا رب بالشفاء لي يا رب. يا رب يا رب انت حرره من اي شده يا رب حواليه. يا رب انت تعرف الشده اللي هو فيها الان، تقدر انك تكون بتحرره بالكامل من كل شده يا رب حواليه. اديله يا رب انفتاح النهارده وقوه وتحرير غير عادي، ويشهد عن جودك وصنيعك معاه في اسم يسوع. حازم شهد يا رب بيطلب منك تحرير الآن باسم يسوع، وابعد عنه كل شدة في حياته في اسم يسوع. آمين.
امين اخويا حازم، ربي يكون بيفك كل شده من عليك الان في اسم الرب يسوع. رب لا يعسر علي اي امر، رب الصالح الى الابد رحمته. ده الهنا، ده الهنا. كل حد بيطلب النهارده، كل طلبه مرفوعه للرب في عرش النعمه، اتمسك بوعود ربنا على حياتك وقول له يا رب انا اتفكيت من كل شده، انا اتفكيت، انا اتحررت الان من كل شده، وانت قدام التي في دلوقتي في اسم يسوع. نرجع مع بعض لحاله عم ميلاد اللي عرضناها مع حضراتكم من شويه. اتمنى من كل قلبي ان كلنا نقف جنب عم ميلاد في شدته، في طلبه للعلاج. بياخد كميه ادويه كثيره جدا. كم واحد حابب يكون بيقف جنبه في وقت الشده بتاعته، وقت مرضه، ويجيب له العلاج. الله لا يعسر عليه اي امر، يقدر يكون بيرسل ملائكه من السماء تكون بتتبنى حاله عم ميلاد. عم ميلاد بين ايدين الرب وبين ايديكم. الله يكون بيثقل اخواتنا في اسم الرب يسوع انهم يقفوا جنب حاله عم ميلاد. قد ايه حاله، قد ايه ناس بسيطه بتحب ربنا جدا، متمسكين بربنا. كل اللي عايزينه ان ربنا يمد ايديه للشفاء، ان ربنا يكون بيرسل له العلاجات والادويه بتاعته، واحنا كمان نكون بنصلي ان ربنا يكمل لي الشفاء بخير. كل ده طلبه. معنا تليفون اخر، قناه الطريق، يا رب ارحم. الو، مساء الخير. مساء النور. الاخت رانيا معايا؟ ايوه مع حضرتك. سلام المسيح لحياتك، ربنا يبارك. الرب يباركك اخويا الغالي. انا اسمي راضي. راضي. طالب صلاه من اجل، طالب صلاه من اجل مراتي ناديه بؤطر. صلاه من اجلها. ناديه بؤطر؟ طبعا. ايوه. عندها ايه؟ عندها ايه ناديه؟ يعني عندها ميه على الرئه وتضخم. ميه في الرئه؟ عايزين صلاه من اجلها الرب يلميها. باسم يسوع، باسم يسوع الله يديها رئه جديده باسم يسوع. امين. اتحد معايا يا اخي راضي، انا بشكرك جدا من اجل اتصالك ومحبتك لزوجتك ناديه بؤطر، يعني محبتك ليها شيء كلنا نفتخر بيه. اللي حضرتك بتطلب صلاه من اجل زوجتك، ما جمعها الله لا يفارقه انسان. يعني في اتحاد وفي حب باين. امين. الرب يكون بي بي بيشفي اختنا ناديه باسم يسوع. اتحد معايا يا اخي راضي في الصلاه. امين باسم يسوع. انا عايزاك تصلي، انا عايزاك تصلي معايا يا اخي راضي الاول، وبعد كده انا هصلي بعديك. عايزين نتحد مع بعض باسم يسوع. امين باسم الرب يسوع. رب يباركك ويبارك حياتك ويبارك اسرتك كمان. امين في اسم يسوع. يا رب بشكرك يا رب. اتفضل 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 يا اخي راضي. حابه ممكن تكلميها؟ طبعا طبعا اكلمها. ايوه. اهلا بيك يا اخت ناديه. اخت ناديه معانا؟ مساء الخير، كل سنه وحضرتك طيبه يا اخت ناديه. وحضرتك طيبه، كل سنه وانت طيبه، والف سلامه عليكي. الله يسلمك. صلي من اجل عشان تعبانه جدا يا اخت ناديه. امين باسم يسوع. ظهرك وجعك؟ قوي قوي. امين. حط ايديكي، يعني حط ايديكي على كل حته بتوجعك في جسمك باسم يسوع. هنتحد دلوقتي في الصلاه مع بعض، وطبعا الاخ راضي معانا يكون باسم يسوع بيتلامس معانا وبيصلي معانا كلنا. يا رب انا بشكرك من اجل حضورك في وسطينا الان يا رب. احنا بنطلب منك الشفاء الان في حضورك يا رب. يا رب حاسه ان حضورك يا رب مال المكان، حاسه يا رب ان احنا بصلاتنا هيتزعزع المكان وهتتزعزع قلوبنا وحياتنا كلها عشان نشهد بجودك ومحبتك فينا.
يا رب بصلي من اجل الاخت ناديه دلوقتي الان باسم يسوع انك تكون بتشيل كل ميه الان على الرئه بتاعتها، انك تشفيها شفاء تام. بصلي يا رب وبحط الان يا رب برسل روحك القدوس ودمك، دمك اللي بيشفي وبيحرر يا رب الان يا رب على ظهرها يا رب، اشفيها بالكمال والتمام وتشهد عن جودك يا رب في الايام الجايه. يا رب انا بصلي الان وبدفع قوه الروح القدس الان على حياتهم، الاخ راضي والاخت ناديه باسم يسوع، تمم شفاها يا رب ونسمع اخبار حلوه في الوقت اللي جاي، ونقول ليك كل المجد لانك انت ابونا السماوي بتسمع وتستجيب لكل طلب الصلاه بنحطها امامك الان في عرش النعم. يا رب رفرف حواليهم الان في مكانهم الان، وشفا للاخت ناديه بؤطر الان في مكانها، اديها رئه جديده يا رب باسم يسوع. يا رب اديها سلام يا رب، اديها يا رب اطمئنان الان يا رب، انك تديها يا رب شفا لظهرها اللي وجعها في اسم الرب يسوع، امين امين. اخت ناديه باسم يسوع عندنا ايمان وثقه مع اخونا راضي زوج حضرتك مع كل الاحباء ان نسمع اخبار كويسه في الوقت الجاي. انا بقى مبسوطه جدا لما ربنا فعلا بيعمل معجزه وكلنا يعني بنلتف حوالين الفرحه، زي ما سمعنا في الوقت اللي فات كم حد اتصل بينا ويقول فعلا الرب عمل معجزه والرب تمم الشفاء والرب يعني خلى نفسيات كتيرة قوي تعبانة بقت زي الفل. أنا واثقة جدا وببقى فرحانة جدا وسعيدة من كل الاختبارات اللي بتجينا والرب بيعمل معجزات. معانا تليفون آخر قناة طريق، يا رب ارحم. ألو ألو ألو، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك، عايز أكلم القناة. اتفضل، حضرتك بتكلمنا منين؟ الو الو، ايوه اتفضل، حضرتك بتكلمنا منين؟ مساء الخير. مساء النور، حضرتك بتكلمنا منين؟ اتفضل. انا طالب صلاه بس لو سمحت. طالب ايه؟ صلاه. لو المخرج بس يساعدني شويه، انا مستمع كويس. الو اتفضل. هو حضرتك من مصر، اتفضل، ايه تلبس صلاتك؟ طيب انا استاذنك، عايز تلبس صلاه؟ طيب علشان بس تقريبا حضرتك بتسمعني من التلفزيون، انا يعني مع كل احبائنا اللي بيكلمونا ممكن يكون بتبعدوا شويه من التليفون. طالب صلاه، اهلا وسهلا بحضرتك، بس تبعد عن التلفزيون عشان نقدر نتكلم مع بعضينا شويه. بعدت عن التلفزيون، اسمعنا بس من التليفون. الو معانا اخونا الغالي. انا اسمي كميل. اهلا بيك يا اخي كميل، اتفضل، ايه تلبس صلاتك؟ اخ كميل معلش احنا اسفين جدا يا اخ كميل، الخط قطع وبعتذر جدا لكل احبائنا اللي بيحاولوا يكونوا بيكلمونا على الخطوط اللي بتقع مننا، بس هنحاول نكون في الوقت الجاي نكون بنستقبل تليفوناتكم كلها. شريف فايز، شيرين فايز وجوزها ايه؟ عشان السكر، تمام.
شيرين فايز عندها سكر وجوزها اسمه رضا، هو اللي بعت لنا الرسالة علشان نكون بنصلي من أجل شيرين زوجته في اسم يسوع. الله يقدر إنه يكون بيشفي من كل الأمراض، حتى لو مرض قاله ده هيفضل طول العمر في جسم الإنسان. الله لا يسمح أبدا إن يكون ولاده بيتعذبوا أو بيتألموا. بشكرك جدا على رسالتك أخونا رضا، وهنكون بنصلي من أجل زوجتك شيرين الآن. أنا عايزاك دلوقتي لو أنت جنب شيرين الآن تتحدوا مع بعض، تمسكوا دين بعض بقوة دم المسيح. الله يذهب ليكم الآن باسم المسيح، وتحصل معجزة ويحصل شفاء الآن. بس أهم حاجة تصدقوا معايا وتأمنوا معايا إن يسوع يقدر إنه يشفي في كل الأحوال. يا رب يسوع بشكرك من أجل إيديك الممتدة لينا، من أجل روحك القدوس يا رب اللي بيرفرف حوالينا. بشكرك يا رب من أجل حضورك معايا في الاستوديو، بشكرك من أجل حضورك في بيت كل مشاهد الآن في اسم المسيح. يا رب أنا بطلب صلاة الآن يا رب في اسم المسيح، وبحط طلبة الصلاة دي بين إيديك مع أخونا رضا يا رب، من أجل زوجته شيرين فايز يا رب، من أجل السكر يا رب. يمكن السكر تعبها، لكن أنا بصلي الآن إن في تحرير وفي شفاء هيحصل في جسد أختي شيرين الآن في اسم يسوع. أنا بثق وأؤمن إنك إله صالح يا رب، تقدر بلمسة الآن. أنت عارف يا رب هم ساكنين فين وقاعدين فين، يا رب تقدر الآن تذهب لأختنا شيرين فايز وتشفيها من كل سكر جواها في اسم المسيح. اتحدنا مع بعض هو سبب قوة لبعضينا. بشكرك يا رب لأنك أنت صالح 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 للنهاية، صالح. بنحبك وبنقول لك يا رب حقيقي ملناش غيرك، ملناش غيرك يا رب، ملناش غيرك، ملناش غيرك. شفى الآن يا رب يوصل لأختنا شيرين في مكانها في اسم يسوع، آمين. ما بنقول لا ملناش غيرك، ملناش غيرك، عمالين نقول ملناش غيرك يا رب، ملناش غيرك. احنا فعلا ملناش غيره، ولما بترددها كتير ملناش غيرك يا رب، الله يسكب سكيب الرحمة على ولاده. اتمسك قوي قوي بوعود ربنا النهاردة، وصلواتك هتزعزع المكان اللي انت فيه. صوم وصلاة مع الله هتحصل في استجابة، صوم وصلاة مع ربنا في استجابة. ويمكن شاركتكم في الوقت اللي فات ازاي نكون بنصلي، نصوم ونصلي 3 ايام. احنا بنصلي طول وقتنا، يعني عايزين نقول مع داود اما انا في صلاة، بس الثلاث ايام بيبقى فيهم قوة، بيبقى الله يعني كل قدرتنا وكل قوتنا طلع في الصلاة لله. الرب صالح ويقدر انه يكون بيستجيب. معنا تليفون قناة الطريق، يا رب ارحم. الو الو الو، مساء الخير. مساء الخير ميلاد، ميلاد جودة من طنطا معاكي. اهلا بيك يا استاذ مجدي من طنطا. ايوه ميلاد جودة من طنطا. ميلاد جودة من طنطا، اهلا بيك يا استاذ ميلاد. انا طالب الصلاة بس عندي تعبانة ورجلها متحركش خالص. سيبيش مراتك؟ بقالي يجي 8 سنين. مين اللي تعبان؟ مين اللي تعبان؟ انت ولا ميلاد؟ جودة، ميلاد جودة. استاذ ميلاد، مين اللي تعبان، مراتك ولا انت؟ اطلب الصلاة عشان انا. مراتك تعبانة، تمام، زي ما سمعت صح. عندها ايه؟ لها شمال تعبان ومتحركش لمدة 6 سنين باسم يسوع المدام. ايوه. طب اتحد معايا استاذ ميلاد، استاذ ميلاد جودة من طنطا، تمام. طب لو تقدر توطي لو عايز. تمام يا استاذ ميلاد باسم يسوع، هنكون بنصلي دلوقتي من اجل مدامتك. لا ما تتحركش باسم ربنا.
باسم يسوع. يا رب يسوع انا بشكرك يا رب، وبتحد مع اخونا ميلاد جودة الان يا رب من طنطا، بتحد معاه في الصلاة يا رب من اجل مراته. يا رب تقدر الان تعمل معجزة مع مراته يا رب من كل الم في رجليها الشمال، حتى لو بقاله سنين تقدر تقومها الان يا رب من المكان اللي هي قاعدة فيه يا رب، وتمشي وتديها ارجل جديدة، رجل جديدة تتحرك بيها وتمشي عليها. يا رب شفا الان يا رب رجليها الشمال من كل الم ووجع. انت تعلم يا رب قد ايه هي تعبانة ومش قادرة تكون بتقف ولا بتتحرك. تقدر الان يا رب تلمسها لمسة شافية. بتحد مع اخونا ميلاد بانك اله قادر على كل شيء ولا يعثر عليك اي امر. باسم الرب يسوع انا بصلي واؤمن ان لينا اله حي بيسمع ويستجيب على كل طلبات الصلاة اللي حطناها امامه في عرش النعمة الان. في اسمك يا رب، دمك يغطي كل الكون، دمك يغطينا من راسنا لرجلينا، وتكون مسيطر في العالم ده كله على كل شخص بيناديك النهاردة، على كل شخص يا رب بيقولك اقف معايا. تقدر الان تطيب كل قلب جريح، وتطيب كل قلب مهموم، وتشفي كل مريض باسم يسوع. من بداية يا رب المكالمات اللي خدناها لاخرها، تقدر لكل واحد طلب النهاردة طلب الصلاة باسم المسيح تكون ليه باسم يسوع. امين. عندنا ايمان وثقة ان الله بيستجيب وبيسمع قوي قوي قوي. فخورة بكل حد النهاردة بيتصل بينا وعنده ايمان ومشاركته معنا ان ربنا هيكون بيحقق له طلبته واحلامه في المسيح. حسيت وشعرت بألام كثيرة قوي، بألام الناس في بداية البرنامج، بالذات النهاردة في بداية البرنامج معاكم. شعرت اللي انا محتاجة اكون بصلي مع ناس كتير قوي يمكن مش قادرة تكون بتدخل معانا، وشعر اللي هي لوحديها بضيقة ومحدش سمعها. انا عايزاك وعايزاك تكوني بتتحدي معايا الان باسم يسوع. تحط ايديك كده وترفع ايديك للسماء، او ترفع ايديك للسماء على كل حاجة جواك بتطلبها، تقول له لتكن إرادتك ولتكن مشيئتك وما يحسن في عينيك يا رب افعل. يا رب أنا حاطة كل الأمور بين إيديك، وإنت اللي تقدر تديني كل شيء صالح في حياتي. ما تخافش، ما تقلقيش، يسوع معاكي. كل حد النهاردة أختي الغالية اللي صلينا من أجل ولادك الصغيرين، الرب هيرسل ليهم شفاء. ما تقلقيش وما تخافيش. كل زوج طلبت شفاء، طلبت صلاة من أجل زوجاتهم، الله يقدر. كل حد في شدة وضيق الله يقدر يكون بيحرره الآن في اسم يسوع. مرة تانية كل سنة وحضراتكم طيبين. يمكن الوقت الجميل بيخلص معاكم بسرعة. ميري كريسماس على الجميع، وعيد سعيد مجيد. يا رب يدخل علينا بالفرحة والسلام، وننسى كل هم وكل حزن حصل لنا في الوقت اللي فات. سنة ماضية عدت بحلوها وبمرها، ونبتدي سنة جديدة مع يسوع، مع حالة عم ميلاد اللي عرضناها النهاردة. كم حد هيكون بيجي يزور معانا عم ميلاد، أو يحب يكون بيقدم محبة حتى لو من أعوازك، بركة جميلة لبرنامج يا رب ارحم، علشان مسافرين في الوقت الجاي رايحين نزور إخوة الرب بشنط العيد، ومش عايزاكم تكونوا تنسوا شنط العيد. شنطة العيد مرة تاني لكل أحبائنا. زي ما قلت الأسعار غالية، وقدين تعرفين الأسعار غليت قوي. شنطة العيد لكل اللي حابب يكون بيقدم معانا.
بتكلف حوالي 500 جنيه بنجيب كل حاجة بلدي علشان لازم نكون بنقدم أحلى حاجة تليق باسم المسيح وفي كل مكان بنروح. مش عايزكم تنسوا برنامج يا رب ارحم دايما في قلوبكم وبتصلوا له. ومرة تاني بشكركم من أجل إعجابكم بينا ومحبتكم لينا وصلواتكم من أجلنا، وهيستمر البرنامج في اسم المسيح صلواتكم ودعمكم أكتر وأكتر عشان نوصل وندعم إخواتنا. رب يكون معاكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وصلوا من أجلنا وتصبحوا على ألف خير وكله للخير. حياتنا لما جيت لأرضنا، انت هيك كل أهطنا عشنا على الأرض السماء. الفرحة ملك حياتنا لما جيت لأرضنا، انت هيك كل أهطنا عشنا على الأرض السماء. لما جيت شق نورك الظلام، بدل الأحزان بفرحة وبسلام. لما جيت شق نورك الظلام، بدل الأحزان بفرحة وبسلام. صالحتنا بالسما تاني يا يسوع، بعد طول البعد فرقة وخصام. فرحة ملك حياتنا لما جيت لأرضنا، انت هيك واللي قمتنا عشنا على الأرض السلام. فرحة ملك حياتنا لما جيت لأرضنا، انت هيك واللي قمتنا عشنا على الأرض السلام. بقى لينا حق نفرح بالخلاص اللي بنلادك يا ربي كان ابتدى. لما جيت اتحققت كل الوعود، رحمتك ومحبتك ملت الوجود. لما جيت اتحققت كل الوعود، رحمتك ومحبتك ملت الوجود. عرفتنا يعني ايه عشرة معاك، اللي حبك لينا ربي ملهوش حدود. فرحة ملت حياتنا لما جيت لأرضنا، انت هيك واللي قمتنا عشنا على الأرض السلام. فرحة ملت حياتنا لما جيت لأرضنا، انت هيك واللي قمتنا عشنا على الأرض السلام. بقى لينا حق نفرح بالخلاص اللي بنلادك يا ربي كان ابتدى. اتولدت فينا الرجاء
بالحياة الأبدية فوق في السماء. بعد ما كان المصير هلك وموت جيت وتممت الخلاص بالفداء. الفرحة ملت حياتنا لما جيت لأرضنا، انت جيت كل قمرنا عشنا على الأرض السماء. الفرحة ملت حياتنا لما جيت لأرضنا، انت جيت كل قمرنا عشنا على الأرض السماء. بعد ما كان المصير هلك وموت جيت وتممت الخلاص بالفداء. بقينا حق نفرح، نفرح بالخلاص اللي بميلاد يسوع فينا ابتدى. بقينا حق نفرح، نفرح بالخلاص اللي بميلاد يسوع فينا ابتدى. اللي بميلادك يا ربي كان ابتدى. غربة معتنا قلابة غلابة، وظروفنا ماشية ضدنا غلابة قلابة. الدنيا غربة معتنا قلابة. وعدوني اخواتي وما تخلوا، ساعدوني ومجدي يسوع علوا، سندوني وبايدين بتشجع، كانوا طلباتي استجابة غلابة غلابة. في كتير طرق وسط الحياة كانوا فيها ناس، وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة، هو الطريق.